لهذه الدرجة. يعني تخيلوا المليون وخمسمائة ألف جوهرة بيطلع سعرهم 15,000 دولار، 15,000 دولار هذا الغبي يا شباب صرفهم على هذا الحساب واعتزل اللعبة. نحكيها لك مودي أنا علي عمر بيت من الزيرو يامار وتيم الكلان خليك مكانك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 150 الف لايك. ما اعرفكم كفو وقدها بنقدر نجيب اول 150 الف لايك. بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو انزل تحت وحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصل بكل فيديو جديد عن فري فاير. اول شيء اصدقائي قبل ما احكي لكم شو فيديو اليوم، بحب اقول لكم كل عام وانتم الف 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 خير بمناسبه شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله جميعا بالصحه والعافية. طيب اصدقائي شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم اصدقائي راح يكون عن سلسلة صرنا كتير صاحبين عليها واللي هي سلسلة الحسابات الغريبة والحسابات النادرة. طيب فبهذا اليوم راح يكون تقريبا جزء ثاني، ولكن اليوم راح يكون مختلف شوي. راح نزور الحسابات اصدقائي اللي فيها ساكورا وفيها فاير باس ثاني، ولكن هاي الحسابات ما فيها، يعني ما بعرف كيف اشرح لكم اصدقائي. خلونا نبدا بالفيديو وراح تفهموا كل شيء داخل الفيديو. اوكي اصدقائي راح نبدا اول شيء عندنا بهذا الحساب 3 2 4 9 5، اوكي 1 7 2، اوكي هذا هو الايدي اصدقائي. مثل ما انتم شايفين واضح من الافاتار والبنر شو في داخل الحساب. اسم الحساب سكوم، اوكي سكوم. طيب سكوم ما فتح اللعبه منذ 30 يوم، منذ اكثر من 30 يوم، يعني يعتبر حساب مهجور يا اصدقائي. خلونا نعمل زياره للحساب. مثل ما انتم شايفين هذا سكن، هو سكن الساكورا، يعني هو سكن الفاير باس الاول ولكن سكن البنت حبايب قلبي، فالحساب فيه ساكورا. طيب الشيء الغريب بالحساب يا اصدقائي انه الحساب، يعني ما بعرف شو اشرح لكم، في الحساب هو ملعوب فيه تقريبا خلينا نقول بالسكواد لاعب 113 جيم، لاعب 132 جيم بالديو، لاعب 167 جيم بالسولو. اوكي يعني الحساب بيعتبر، يعني اول ما فتح الحساب صاحبه كان يلعب اللعبه، ولكن يعني الشيء الواضح هون من الحساب يا اصدقائي انه الحساب مش مشحون فيه الساكورا. يعني تخيلوا الحساب فيه سكن الساكورا مثل ما انتم شايفين، سكن البنت تبع الفاير باس الاول، ولكن هون بالفاير باسات لازم يكون فيه الساكورا، لازم يكون فيه البادج تبع نقاط الفاير باس. وكمان الشيء الاغرب بالموضوع انه بتحسوا الحساب مش مهجور، يعني اخر فاير باس، لا اوكي من تقريبا سنه اخر فاير باس، فما بعرف اذا الحساب مهجور او لا، ولكن عن جد شيء فعلا غريب. يعني فتح الحساب لعب 500 جيم بهذا الحساب بعدها اعتزل اللعبه، الحساب ليفله 29 تقريبا، وكمان فيه فقط 3 لايكات، يعني لعب تقريبا 500 جيم وحاصل في هذول 500 جيم على 3 لايكات فقط، يا اخي شو عن جد شيء غريب. فما بعرف صراحة هذا الحساب حسيته عن جد من الحسابات اللي فعلا غريبة. خلونا ننتقل للحساب اللي بعده. عندنا هون الحساب اللي بعده، هذا الحساب راح يكون شوي مضحك. اوكي مثل ما انتم شايفين هذا هو الافاتار والبانر تبع الحساب. الشيء المضحك بالحساب انه اسم الحساب المدمر 5273. يعني هذا صاحب الحساب بتوقع اول ما فتح اللعبه يعني وبدا يلعب اللعبه كان لسه اسم المدمر له هيبه كبيره، وكان لما الناس تشوف المدمر واو تنسحب من الجيم. طيب منذ اكثر من 28 يوم ما دخل على اللعبه، فالحساب ما يعتبر مهجور لانه 28 يوم ما يعتبر الحساب مهجور. يعني اسم الحساب المدمر يا اصدقائي، الحساب فيه فقط 23 لايك، الحساب ليفل 40 يا اصدقائي. اوكي فبصراحة هذا سكن، طيب هذا سكن هو تبع الفاير باس الثاني واللي هو الجاكيت، طبعا عندنا الشورت هو تبع الفاير باس الاول، ما بعرف ليش لابس سكن بنت ليش مش لابس سكن الشاب. على كل حال الحساب من الفاير باس الاول. عندنا هون صديقنا المدمر لعب 178 جيم. اوكي لعب تقريبا 1000 جيم، يعني كاملين لعب تقريبا 1000 جيمز، فهو كان يلعب اللعبه. اذا بنلاحظ يا اصدقائي بنشوف الفاير باسات، يعني الفاير باسات هي مش، يعني مش فاير باصات قديمه، يعني هذا الفاير باص الباتش تبع النقاط، هذا الفاير باص نزل تقريبا قبل شهر، يعني هو اخر ظهور كان له قبل 28 يوم، يعني يعتبر الحساب مش مهجور، ولكن يعني ما بعرف عن جد شيء غريب. طيب حتى بنشوف الرتبه يا اصدقائي، حتى الرتبه يعني مش برونز سكور 1000، يعني 1127، يعني هذا السيزون لاعب رانكد كمان، وانت من اكثر من 28 يوم ما فتح اللعبه، يعني عن جد شيء غريب. يعني واحد عنده ساكورا في حسابه ليش هيك يعني ما يهتم باللعبه؟ يعني والله حرام يا اخي، اعطوني ساكورا بحسابي، والله انا بدي ساكورا. طيب نشوف اللي بعد.
انا من اكثر الناس اللي ما بيصدقوا هالمواضيع. لما انت تيجي تدخل على بروفايل حدا وما تلاقي البادج تبع نقاط الفاير باس الاول او الثاني وتلاقي في سكن الفاير باس الاول، بحس انه في تلاعب بالموضوع، يعني ما بعرف من وين جايب السكن. فجبت لكم حساب، هذا الحساب داخلين عليه من الداخل يا اصدقائي، هذا الحساب هو لاماني ستار. اماني ستار اللي بيشاهد البطوله المباشره تبعي على تطبيق النونو لايف بيعرف من هي اماني ستار. اماني ستار عن جد هي من اكثر الناس اللي بتساعدني في البطوله المباشره، كل يوم بتيجي معي بث مباشر كل يوم، بضل 4 5 ساعات 6 ساعات بث مباشر. كمان هي يوتيوبر، في منكم يمكن بيعرفوها من اليوتيوب، اللي ما بيعرفها راح اخلي لكم قناتها تحت بالوصف. عن جد بتستحق كل الدعم، كل يوم بتطلع معي بث مباشر، كمان بتقدم محتوى اسطوري بتساعدني في البطولات، فاتمنى ما تقصروا معها بالدعم، راح تلاقوا قناتها تحت في الوصف. فبتمنى تشتركوا في قناتها وتحطوا لها اشتراك وتفعلوا الجرس، وكمان راح تستمتعوا ان شاء الله بمحتوى اسطوري من قناتها. هون يا اصدقائي عندنا مثل ما انتم شايفين اسم الحساب اماني ستار، الحساب فيه 4327 لايك يا اصدقائي، الحساب ليفل 66. اوكي عندنا هون كمان رتبة الحساب يا اصدقائي، اذا بنشوف يعني في الدايموند 4 كمان الحساب فيه فاير باس واحد فقط، الفاير باس هذا لسه صفر يعني ما فيه ولا نقطة. كمان هون كاتبة اماني ستار يساوي يوتيوب، او ماي جاد هذه اسم قناتها على اليوتيوب. فمثل ما حكيت شباب لا تنسوا تشتركوا في قناتها اللي راح تلاقوا رابطها تحت في صندوق الوصف. سو شباب طبعا الحساب شكل البروفايل باين عليه شيء عادي جدا، فشكرا اماني انك اعطيتيني حسابك اصور فيه، راح اوريكم اشياء بهذا الحساب فعلا راح تصدمكم. طيب الحساب كان فيه فقط فاير باس واحد، ولكن لما نيجي نشوف الحساب يا اصدقائي عن جد شيء يعني بخليك ما بعرف تدخل في الحال. شوفوا هذا، نعم اصدقائي سكن الفاير باس الثالث، والله سكن الفاير باس الثالث، هو سكن الفاير باس، ما تقول لي سكن بيشبهه، لا هو سكن الفاير باس الثالث موجود في الحساب. طيب اوكي يمكن انت لسه ما انصدمت، تعال اجيب لك شيء يصدمك اكثر. لحظه راح اجيب لك شيء يصدمك اكثر. شوف سكن الهيب هوب الفاير باس الثاني كمان موجود بالحساب. نعم لا تقول لي لا مش سكن بيشبهه، لا هو سكن الفاير باس الثاني موجود. قبعه القش هذه اللي تقريبا ما في غير خمسه بالسيرفر عندهم اياها. يا شباب عن جد والله شيء غريب، انا لما بضل افكر بهاي المواضيع عن جد. طيب يا شباب هاي المعجزه اللي كيف يا شباب كيف الحساب يعتبر يعني ما فيه غير فاير باس واحد 8 نقاط، وحتى فاير باس هذا مش مشحون اللي موجود حاليا، والحساب فيه فاير باسات نادره، فيه الفاير باسات الاولى كلها تقريبا ما عدا السكوره. يعني والله لما بتفكر بالموضوع بنجن يا شباب. طيب يا اخي المعجزه اللي صارت معهم هاي ليش ما تصير معي انا ويصير في حسابي سكوره ويصير في حسابي فاير باس ثاني؟ طيب شكل البروفايل يعني عادي جدا، يعني ما في اي شيء بالبروفايل. يعني انا بصراحة لما كنت ادخل على الايديات لما ادخل على الايديات تبع الحسابات الثانيه فاحس انه في شيء غريب، يعني اقول اوكي انه يمكن يكون في غلط بالحساب، يمكن لانه هذا الحساب بيكون من سيرفر ثاني وانا جاي ابحث على الحساب من السيرفر تبعنا، فممكن ما يبين البروفايل كامل او ممكن يكون في خطا. فبعد ما دخلت هذا الحساب بجد يعني عن جد حسيت انصدمت، يعني عن جد طلع هذا الشيء حقيقي، انه في حسابات فعلا يعني بتكون حسابات جديده او بتكون يعني ما حسابات نادره ومش مشحون فيها الفاير باس الاول والثاني، ولكن بتلاقي فيها هاي السكنات. يعني عن جد خلص ما بدي افكر بالموضوع اكثر من هيك لانه عن جد اوكي. طيب نشوف الاي دي اللي بعده يا اصدقائي، خلونا نعمل زياره للحساب اللي بعده. اوكي 7215 اوكي 3. طيب هذا هو الاي دي يا اصدقائي، طبعا الحساب ما فيه اي شيء غريب بالبانر الافاتار، الشيء الغريب هو داخل الحساب من جوا يا اصدقائي. الحساب فيه 52000 بادج يا اصدقائي، 52000 بادج، نعم اصدقائي، يعني تخيلوا الفير باس هذا اللي نزل تبع الموسيقى، يعني هذا صاحب الحساب اخذ الحساب وشحن فيه 52000 بادج، 52000 بادج على فكره عدد كبير، يعني حتى اسم الحساب غريب، يعني اسم الحساب اي جي موريسان 73، يعني يا شباب تعالوا نحسبها مع بعض. تعالوا يا شباب اذا البادج الواحد يساوي تقريبا 30 جوهره، اوكي البادج الواحد سعره 30 جوهره، خلينا نشوف هذا الشخص لا شاحن 52241 بادج، يعني خلينا نضربهم بال 30 جوهره بيطلعوا 1,567,230 جوهره. او ماي جاد يا شباب، يعني سعر هدول الجواهر مليون ونصف جوهره، اذا خلينا نقول ال 100,000 جوهره بيطلع سعرهم 1000 دولار، يعني المليون جوهره 10,000 دولار، يعني المليون و500,000 جوهره يا اصدقائي لا مستحيل يا شباب، والله مستحيل، يعني مستحيل يكون في ناس مجانين لهذه الدرجه. يعني تخيلوا المليون و500,000 جوهره بيطلع سعرهم 15,000 دولار، 15,000 دولار هذا الغبي يا شباب صرفهم على هذا الحساب واعتزل اللعبه ولا ما بعرف وين راح، يعني والله يا اوكي مستحيل عن جد، والله ما بدي افكر بالموضوع كثير لانه مستحيل، والله عن جد في عالمنا هذا في ناس اغبياء كثير، فاتوقع ويمكن يكون حساب مطور والله ما بعرف. طيب
هذا الحساب يا أصدقائي كمان فيه شيء صدمني. خلينا أوكي هذا هو الاي دي تمام. هذا الحساب اسمه تاج، تاج فقط، تاج فقط هيك اسم الحساب، تاج صفرين كي منذ 30 يوم، يعني الحساب يعتبر مهجور. اوكي يا اصدقائي خلونا نزور الحساب. الحساب برونز مثل ما انتم شايفين، فيه سكن الفاير باس الثاني، ولكن هذا مش هو الشيء الغريب بالموضوع. يعني كمان اسم الحساب تاج الليفل 3، يعني ليفل الحساب فقط 3، فيه فقط يعني الحساب كمان برونز، مهجور جدا الحساب مثل ما انتم شايفين. كمان الحساب فيه نفس القصه تبع حساب اماني. اوكي يعني الحساب فيه فاير باس 1، فاير باس هذا مش موجود، والحساب كمان فيه سكن الهيب هوب. فبصراحه عن جد يعني اللي عنده تفسير لهي الاشياء يكتب لي تحت في التعليقات. والله يا شباب انا عن جد بدوخ لما بفكر بهيك شيء. طيب نشوف هون عندنا صديقنا يعني تاج لاعب 5 جيمز تقريبا، والشيء الغريب انه شوفوا يعني لاعب بالسولو 2 جيمز فقط وجايب 42 كيرل، يعني عن جد شيء غريب. بس بتوقع تاج هو يعني لاعب محترف، ولكن يعني فتح حساب جديد. بتعرف الاول ما بتفتح حساب جديد بيدخلوك ضد بوتات، يعني اوكي هو شخص بيعرف يلعب، فلما دخلوه بسيرفر بوتات جاب اول جيم 20 كيل، ثاني جيم 22 كيل، كلهم كانوا بوتات جلد ابوهم. طيب وبعدها اشترى الفاير باس الثاني. طيب كيف هو خلص المهمات؟ ويعني معقول شحن الفاير باس كامل؟ كيف حصل على السكن باثنين جيم خلص المهمات يا اخي؟ والله شيء عن جد شيء غريب، بجد شيء غريب. شوف هذا الحساب يا اصدقائي، هذا الحساب اسمه ني بويا ولا ما بعرف شو، الحساب ليفل 52. الشيء الغريب بالحساب يا اصدقائي، لا مش انه هو فيو ساكورا، لا راح اوريكم شو الشيء الغريب. الشيء الغريب انه هو لعب 2200 جيم، يعني لعب تقريبا 3000 جيمز بهذا الحساب، فمبين انه صاحب الحساب كان مهتم بالحساب كثير وبيلعب بالحساب، ولكن الحساب فيه صفر لايك. طيب يعني فسروا لي هذا الشيء، يعني تخيلوا انه هذا الشخص لعب 3000 جيمز وبالمقابل ما حصل ولا لايك واحد. يعني طيب يا اخي لعب سكواد. شوفوا يعني حتى الفاير باصات، شوفوا شحن الفاير باص الاول مخلص المهمات حاصل على سكن الفاير باص، وبعدها شحن الفاير باص الثاني 177 جوهره واعتزل اللعبه، يمكن لانه ما بيحطوا له لايكات. طيب عن جد اصدقائي في حسابات لما انا باجي هيك بفتح الحسابات، والله احيانا من غير ما اصور فيديو يعني من غير ما اصور فيديو باجي احيانا بشوف الحسابات الغريبه، بكتب الايديات هيك بفتح البي سي بضل اكتب الايديات واتفرج على الحسابات. يعني عن جد بصير افكر طيب هذا كيف حصل على الساكورا وحسابه هيك، هذا كيف حصل على الهيب هوب وحسابه هيك، هذا كيف لاعب 3000 جيم ومو حاطين له ولا لايك، هذا كيف يا شباب فتح حسابه صرف 15000 دولار على حسابه. عن جد شيء غريب. يعني امبارح كنت ابحث على حساباتك واطلع، يعني عن جد والله شيء بجنن، شيء بيخليك تنجلط. طيب اصدقائي هذا هو كان تقريبا جزء ثاني للحسابات الغريبه، وهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم. فبتمنى هذا الفيديو عن جد انه يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا مسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. ومثل ما حكيتكم اصدقائي لا تنسوا تشتركوا في قناه اماني اللي رابط قناتها تحت في صندوق الوصف. سو شباب الرابط تحت في الوصف، وكل الروابط اللي ممكن تحتاجوها عني موجوده تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس. ولكن نكون وصلنا نهايه هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.